السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين. كنتمنى الشربة اللي قدمت لكم في الفيديو اللي السابق نالت الإعجاب ديالكم، وكنتمنى تخليو لي دي كومونتير وقولوا لي كي جاتكم الشربة واش زوينة. اليوم جاتكم شربة أخرى، هي ماشي جديدة علينا، كنعرفوها كاملين، ولكن فيها واحد الإضافة اللي كتعطينا واحد النكهة واحد المذاق جد جد رائع. غادي من الان نقدم لكم المقادير. كاين عندنا في الخضروات كنحتاجوا القرعه، خيزو، بطاطا، قرعه حمراء، بصله ومطيشه واللبس. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا الابزار، خرقوم، سكينجبير، ثومه، الملحه، الربيع، وضمك البنان حسب الذوق، والدجاج كنقطعوه مرصوات صغار، وكنحتاجوا لواحد شويه ديال زيت العود. والاضافه اللي كاينه اللي غادي تزيد لها واحد النكهه جميله ورائعه جدا هي شوربه الخضار ديال ايديال. هذه ما كيتعداش الثمن ديالها 7 دراهم، ولكن كتعطينا واحد الاضافه رائعه جدا. والان غادي ندوزو باش نحضروا الشوربه ديالنا ان شاء الله. كنبداو على بركة الله، كنصبو الزيت ديالنا، وكنديرو نار هادئة، كنديرو بعض المطيشة والبصلة، نغليوهم، نشحروهم، كنديرو معاهم الدجاج، نشحروهم. كيف تخلى لينا شوية نزيلو التوابل، الربع، ثومة، نقليهم ضامة البنة بيان سور، هي كنزيدوها، هي كتخلى الدجاج، كنزيدو شوية الماء. هي هاد الشوربة سهلة جدا في التحضير، تقريبا كنزيدو اترو اللي خيمي اللي كنديرو الماء، نخليوه واحد شوية، ملي بدا كي منين يغلى الماء ديالنا نديرو الخضروات، كاملاتهم، كنخليوها واحد المدة ديال 25 دقيقة. دابا ديالنا طربات الطيب،
دابا كندوزو باش نخلطو هاد الساشيه ديال شوربه الخضر ديال الديال اللي بطبيعة الحال سجل لنا واحد الإضافة رائعة وجميلة جدا. هادشي رائعة وجميلة جدا جدا. دابا غنخلطوها مع الشربة ديالنا ونخليوها واحد 5 دقائق على نار هادئة. الآن أعزائي المشاهدين هاهي الشربة ديالنا صحاب الدراس، كنقدموها لكم بالصحة والراحة. جربوها إن شاء الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم.